يا ماجدة معقولة؟ يا ماجدة معقولة سايباني كده لوحدي يا ماجدة؟ ده كلام معلش يا ماجدة مش معقول حقيقي. أنا قلت مين؟ جلال أوبا أوبا اغمى عليها. ايه اللي جابها دلوقتي دي؟ ده وقته؟ ما هي دي يا حبيبي المشكله اللي انا كنت عايز احكي لك عليها. اتفضل فوقها بسرعه بسرعه. هي دي اللي كانت بتندي عليها في الشارع. ايوه يا حبيبي انت كنت هتودينا في 60 داهيه. ايه اللي وداك البلد تتمشى؟ دي سخسخت بجد. هنخلص منها دلوقتي ازاي؟ كان المفروض ناخد ال 150 الف جنيه دي ونطفش على اي بلد ومحدش يشوفنا هناك. طب مش فوقها الاول؟ ما عندكش حاجه. فوقها انت؟ فوقها بايه دي؟ الكولونيا طبعا. لا دي ما تفوقش غير بفحل بصل. هجيب لها فحل بصل. مها فوق يا حبيبتي. مها فوق يا حبيبتي. ماجدة 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 أيوه. ما لقيتش عندنا فحل بصل، ما لقيتش غير حزمة الجرجير دي. خد الشمانية يا جرجير يمكن تفوق. حد عارف؟ خد الله دي بتفوق. أول مرة أشوف واحدة تفوق على الجرجير. خبرت دي جعانة أوي. خد مها ما تفوقي. طبعا يا حبيبي اي ست بس استنى بس. لازم كان يغمى عليها. شافت حبيبها وخطيبها بعد السنين دي كلها لازم تنفزع ويغمى عليها. نعم حبيبها وخطيبها اللي هو مين بقى؟ اللي هو جلال يا استاذ. انا يعني؟ طبعا. لا ما ينفعش الكلام ده. انا ماليش دعوه. طلعيني من الموضوع ده. ماليش دعوه ازاي؟ لازم تعمل دلوقتي ان انت جلال عشان نخلص من المشكله دي. وبعدين الاستاذ فتوح زمانه جايب الاوراق بتاعه الوصيه. خلصنا اعمل معروف يا مدح. يعني انت عايزاني انا امثل دور خطيبها؟ طبعا يا حبيبي. امال هجيب لها واحد من الشارع؟ ما انا لو سقت في حكايه جلال دي معناها ان انا خطيبها وهتشبط فيا. ايوه اعمل كده وكده. يعني خطيبها اللي بيكرهها يعني. ماجده لا اعمل عشان خاطر. خليكي فاكره ان انت اللي قلت الكلام ده. انا عارفك وعارف جنانك. هترجعي تهبشي في زماره رقبتي. لا لا ما تخافش ماجده. انا عارفاك تصرفاتك متزنه وعاقل. افوقها؟ ايوه افوقها. اتفضل. ما فوق يا روحي فوق. لا 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 مش انت اللي لسه بتقولي فوقها؟ بلاش الحنان ده. ما ما ايوه كده فوقي بقى لحسن اخدك عشان افتح نفوخي. لا لا كده تموتها ونروح في داهيه تانية يا حبيبي. احنا كفايه علينا الداهيه اللي احنا فيها. انا احترت معاكي لا كده نافع ولا كده نافع. فوق يا ست اعملي معروف. المحامي زمانه جاي عايزين نصرف الفلوس. يلا يا نهى فوقي يا حبيبتي. فتوح زمانه جاي مش كده؟ ايوه طبعا. فوقي فوقي خلصينا. انا فين؟ انا ايه؟ انا مين؟ ماجدة. نعم يا حبيبتي. يا لهوي يا ماجدة. ايه يا ماما؟ أما حتة حلمي يا ماجدة مش معقول حقيقي مش معقول. خير يا حبيبتي؟ خير اللهم اجعله خير. قال ايه يا ماجدة؟ قال انا كده زي ما تقولي لابسه اخضر فاخضر وبتجوز مين؟ جلال خطيبي. جلال خطيبي؟ اه والله. وماشيين في جنينه والزهور حوالينا وفجاه حصل لي مين؟ ابا انا اما إيه؟ جلال 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 اه ايه ده؟ صحصح على روحها خالص. وبعدين احنا هنفضل نفوق فيها طول النهار دي. سيبي دي ماكد على ايدي. سيبي ايد الراجل يا مها. مها سيبي. انا مين؟ انت عندنا. انا ايه؟ انت ايه؟ جلال. ايه؟ جلال. ما هو انا مثل جلال. شفتي جلال خطيبي. ليه سبتني بس يا جلال؟ ليه سبتني وقفت حالي 3 سنين؟ انا 20 جدع جم عشان يتجوزوني. انا رفضت. قلت ادي لك فرصه 3 5 6 سنين. معلش. انا وحشتيني 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 موت يا جلال. انت كمان وحشتيني وحشتيني وحشتيني. اهلا. هنبتدي بقى. هنبتدي. لا ما خلاص مش كده عشان جلال. نعم اقعد يا جلال. حاضر اقعد اقعد. ايوه اقعد بس بعيد شويه. اقعد. قول لي كده كلمتين حلوين. اقول لها كلمتين حلوين. اه قول لي كلمتين حلوين. عايز تسمع كلمتين حلوين. وانا اصلي بصراحه في موقف عاطفي لا احسد عليه. قول. ولكن قول. واكد لك يا سيدتي. قول. انه من خلال عاطفتي نحيك. ايوه نحيك. حلوه دي. نحيك. لغه نحييه دي. حلوه نحيتي. فانني اؤكد لك ان مشاعري وحبي لك يزداد يوما بعد يوم. ويلتهب ويشتعل. وشوفي حل بقى للورطه اللي انت حطيتيني فيها دي. كلامك حلو كلامك حلو. حنكك بينقط عسل. قول كمان قول كمان. يلا قول لي قول لي اشعار. اشعار؟ اه اشعار. اه قول لي اشعار. اشعار عاطفيه. عاطفيه غنائيه. غنائيه. اه زحمة يا دنيا زحمة. الله. زحمة وتاه الحبايب. الله. زحمة والعرش رحمة. الله. مولد وصاحبه خايب. الله الله. قاعد قاعد قاعد. ده عجبتها؟ ده أي كلام بيعجبها؟ طبعا. قول لي يا حبيبي. قول لي أغنيات. أغنيات؟ أه قول لي أغنيات. عجبك كده؟ قول لي لها صغيرة كده. مبسوطة؟ الفلوس الفلوس. اسمحيلي بقى لأجل الفلوس أقول لها. قول لها. لها يا حلوة يا أبها. أه. ليلتنا انس ومنجها. الله. وقعتي سودة منها. طبعا انت وهي.
انا وهي شفتي شفتي الله قول كمان لا لا حرام عليك لا قول كمان حرام عليك انت صحيح وحشتيني بس مش للدرجه دي اخف يا كابتن ايه لا 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 ما تخفش على اقعد جنبي قول يا جلال قول لي بقى قول لي عملت ايه في الغربه من غيري انا قول لها يا حبيبي ما تكذبش ما تك انا زي اختك انا اصل اصل اصلي 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 اقول كنت بنام بدري نفسي اروح ثلاث سنين وانا ما باكلش او ربنا تصور ولا لومه دخلت حنكه خالص يا بنت انت كدابه بنتي كدابين بشكل لانك انت زايده يجي 18 كيلو منين بقى ما اكلتيش ايه ده ايه ده ايه ده بلاش كده ده مال وهدوم يا اختي مال وهدوم قولي بقى وحشتني اصلي وانا وحشتك اصلي اصلي عارف لو قلت وحشتني اصلي هنقعك انا في ظهر الكرسي اصلي حبدا انا كنت اصحى من عز النوم افكر فيكي الله امشي كده في الشقه ادور عليكي واقول منى انت فين يا منى 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 اسمك ما بس مخه يا حرام اتلخبط من السفر وحرام يعني انا بقى مش مخي بس اللي اتلخبط انا كل ما اتلخبط وخلصيني بقى من هالت هالت خلاص بس انت جلال جلال تصور انا شايله صورتك في شنطتي ليش او ربنا هدور لك عليها تعالي هي شو حلوة ايه بقى افتحي بقك دي خطتك ولا بنفذها اوعي تفتحي بقك مش بالحنان ده انت فاتح مؤسسه حنان يا استاذ انا دلوقتي عرفت جلال اختفى ليه ليه دي حاجه مرستان خالص طبعا ده اثار جلال زاد ليه مش عاجباك عمال تقول لها وحشيني وفي الغرفه عارف لو فتحت صباعي وديني اصل ايوه عايز تعوج لي لسانك شيلي انا اللي تعوج لي لسانك جلال لقيتهم يا جلال لقيتهم بص دي مش شرطه ده كنتك انت يا مسبتي وده مش شرطي دي حسنين ومحمدين وده وشايله كوتشينه جي ار كلهم شبهك يا حبيبي عارفه بقى يا حبيبتي انا شايل شرطك فين فين قول لي فين في قلبي الله 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 تعال اقعد جنبي تعال اقعد هنفرك عشان التراب اللي عليك 150 ايه التراب اللي فاضي ايه ده انت بتحسدين على حبنا ولا ايه والله انا حره في بيتي بقى انت تمني ثانيه واحده ماجدة نعم ممكن تعملي لنا فنجانين قهوه انا وخطيبي اذا سمحتي يعني عشان عايزه اقيم حوار معاه تقيمي حوار معاه ايوه تحبي اروح اجيب كمان البن من البرازيل يا ريت يا ريت ممكن تعملي لنا عزومه يلا 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 حبيبتي لا يا حبيبتي اللي انت بتطلبيه ده من رابع المستحيلات جدع نفسي اشوفه متاسفه جدا من رابع المستحيلات عشان خاطر لا عايزاني اعمل لك قهوه عشان اتسرب انا لا يمكن اغادر هذا المكان لان هذه المنطقه ملكا لي لانها ارض الحكومه ولن اغادر هذا المكان الا على جثتي وجثه واحد هي ماجده مالها بس اعصابها بايظه مش قله ادب تصور عشان بقول لها اعملي لي فنجان قهوه لا اخش لازم تحترموا شعوري لازم تحترموا احزاني اللي انا فيها ايه يعني ده فنجان قهوه يا باي عليك وعلى غدرتك يا اخي يا باي عليك وعلى غلاستك يا اخي ما تعمليش كده بقى احمد خطيش ايه ده ايه ده انا ابن عم جوزي ده يا استاذه سيبك منها اللي جاي انت مش ما نفسكيش تقولي لي كلمه سر نفسي اقول لك نفسي يا جلال تعزمني على الغداء والعشاء حاضر عينيا يا مدحت اللي كنا بنقعد فيها فاكر ان احنا بنعيشنا والمستقبل والجدعان اللي هنخلفهم يلا بينا يلا ما اسربها رايح اعزمها على الغدا والعشاء يا سلام يا سلام يا اخي مش في محامي جاي عشان يقدم لك الاوراق علشان الوصيه ولا كمان جوزي يروح والفلوس كمان بتاعه المراس تروح يعني انتوا ما عندكوش دم ولا ايه الاستاذ جلال عايز ياخد الفلوس على الجاهز ست هانم ولا ايه انا ليا حق اني اقعد هنا خلاص جلال انا مستعده اسيبك دلوقتي بس انا كمان عايزه اعرف مستقبلي ايه مصيري ايه معاك اوكي انت عايز تعرفي مصيري ايوه يعني كلكم النهارده عايزين تعرفوا مصيركم طب انا كمان عايز اعرف مصيري يعني ايه مصيرك معايا يا حبيبي هنتجوز اوبا كده حلوت قوي شوفوا بقى ادي الجمل وادي الجمال اتفقوا وانا تحت امركم انا شخصيا ما عنديش مانع وانتوا الاثنين ما عندكوش دم
ليه؟ لانكم انتوا عايزين تتجوزوا في الظروف الحزن اللي انا فيها دلوقتي. ما يصحش. هو ما فيش تربيه ولا ادب ولا ايه؟ ما احنا هنعمل بارتي على الضيق، هنطلع ننزل القهوه كده ناخد 2 شهود وعلى المأذون على طول. بس اعرف مصيري، اعرف مستقبلي. لا ما يصحش، ما يصحش يا حبيبتي. ليه ما يصحش؟ لان في كلام كتير عايزه اتكلم فيه مع الاستاذ جلال المحامي بخصوص الميراث، والاستاذ فتوح كمان هيجي وهيتكلم كلام عائلي على الضيق. يعني انا متاسفه. اوكي طب انا هنسحب دلوقتي وتخلصوا الكلام والميراث والكلام الفاضي ده. شكرا. اوكي ميرسي قوي قوي يا نعم. مع السلامه. نعم. بقول لك ايه، انا طالعه فوق. اتفضلي. عندك تواليت؟ تواليت طبعا في فوق جوه الاوضه مفتوحه. اعملي اللي انت عايزاه يا حبيبتي. عايزه اصلح ما افسده الزمن. عندك مكياج؟ عندي مكياج مرطره قد كده، بدل ما ارميه استعمليه. والله يبقى المكياج عليك والحوار عليا. جلال جلال هتوحشني موت. انت كمان هتوحشيني موت. ما هي اللي بتقول هتوحشني ولا ايه؟ هديلك الموتوسيكل. انا طالعه فوق، دقيقة واحدة استناني. حاضر هستناك. يا حنين يا عطوف، روح الهي ربنا يكرمك ويسترها معاك دنيا واخره يا جلال يا ابن امك. مسكر قوي يا جابر الخواطر. باي 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 باي. استناني. حاضر. استناني. حاضر حاضر مستنيك. استناني استناني. مستنيكي. حلوه اللعبه دي. هلعبها. استنيتك عمر في حالي. مش قادر تستنى ثواني. لا استنى 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 العمر كله. اخد دونك. اها اها. هتقول لها حاجه لعبد المطلب كمان وانا واقفه تيجي يا شاتر.